لطالما اكتظ كورنيش ميدي بالمتنزهين الراغبين في قضاء أوقات ممتعة بجوار البحر واستنشاقين سائمه وبهواة السباحة والاستجمام. كان الكورنيش فاتحة خير على سكان المدينة الصغيرة، إذ ساهم بشكل فعال في تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص العمل، بيد أن أقدار السلام لا تدوم عادة في ظل جماعة أفسدت حتى البحار. فقد صح أبناء ميدي ذات يوم مشؤوم وقد تحولت هذه الشاليهات والميناء إلى تكونات عسكرية لميليشيا الحوثي وصالح. نحن نعاني من خراب الحوثي وعفاش في منطقة ميدي، والآن نحن في الكورنيش جينا ما عاد بش ولا أي حوثي، والآن المكان خارب. لغابات المنجروف حكاية أخرى هنا ترويها هذه الطبيعة الخلابة، فما إن تتوسطها حتى تمتلئ روحك بهجة ووئام، وتشعرك الطبيعة هنا كم أن الحياة بسيطة وحافلة بالجمال والدهشة، وهو ما لم تبقه الميليشيا على حاله. هنا أيضا وفي هذا المكان تحديدا ترك الصيادون قواربهم ورحلوا طلبا للنجاة في زمن عزت فيه النجاة، لكأنهم الآن يرقبون هذا الغروب الحزين آملين أن يكون آخر أيام الفراق والبعد القسري عن هواياتهم ومصدر دخلهم، خصوصا بعد وصول الجيش الوطني لتحرير المدينة من الميليشيا.